المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة الجديدة إن لم شنالي يسبان. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما إلهام شمال. الوصفة ديال اليوم ولا الغسل ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بتطويل الشعر وتغذية الشعر من الجذور وترطيب الشعر الخشن والمتقصف. بزاف سيدات سولوني على شنو ممكن نعملو للشعر ديالنا، أنا شعري جاف متقصف حرش كما كنقولو حنا، يعني فيه كل المشاكل اللي كتكون تقريبا موجودة في الشعر. ف جيتكم بعلاج شامل للتطويل، يعني اهم شيء هو تطويل الشعر. وبزاف سيدات دائما كيسولوني على الوصفات الطبيعيه بامتياز لتطويل الشعر، فهاد الوصفه هي لتطويل الشعر وتغذيه الشعر والتخلص من الشعر المتقصف او الشعر الحرش، يعني غيكون هناك ترطيب. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، غايه في الروعه، يعني كل سيده جربتها غادي تدعي معايا لانه الوصفه فيها كل المزايا وكل الفوائد اللي تقدر تغذي لنا الشعر وتحسن درجات ودرجات ودرجات. فقبل ما ندوزو المكونات، طريقه التحضير، طريقه الاستعمال، ما تنساوناش بالبيج لايك، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اي انستغرام، سناب شات، لاباج اوفيسيال فيسبوك ديالي. ايضا تخليوا لينا تعليقاتكم واستفساراتكم والاسئله ديالكم. الى عندكم اقتراحات لعده وصفات اكيد رحب بها على راسي وعيني في الكومونتير، ولا ممكن دوزوا لي ميساج اون بريفيو تخليهم ليا في يعني تخليوهم ليا في لاباج اوفيسيال فيسبوك وسي انستغرام وسي سناب شات اكيد. فهذا الشيء اللي كاين البنات، الى حتى نتوما عندكم هكذا وصفات لتطويل الشعر، ترطيب الشعر، تغذيه الشعر من الجذور، فخليوا لينا الوصفه، خليو لينا طريقة التحضير، طريقة الاستعمال، وأنا أكيد بدوري نجرب لاغوسيت ونجي نبارطاجيها مع البنات في القناة. بسم الله على بركة الله، باش ما نطولش عليكم أكثر من هذا، نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة، ثم طريقة التحضير، ثم طريقة الاستعمال. هنا غادي نبدأ بأول مكون اللي هو صفار ديال البيض. فغنحتاج هنا صفار بيضة وحدة، إلا عندكم شعر طويل وشعر كثيف فغتحتاجوا جوج صفار ديال البيض ولا ثلاثة صفار ديال البيض. يعني دائما الكمية كتبقى على حسب الحاجة وعلى حسب كل سيدة وشنو بغات وشنو ما بغاتش. فأنا خديت صفار بيضة وحدة عادية ماشي بلدية، ممكن تاخدوها نتوما بلدية إلا بغيتو. غادي تحتاجوا لزيت الزيتون، رائع جدا 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 لتطويل الشعر وترطيب الشعر وتغذية الشعر. ثالث مكون معنا اللي هو الافوكادو او لا الافوكا. فهنا خديت ثلاثة ديال القطع ولا ثلاثة ديال الشرائح ديال الافوكا، يعني تقريبا نص افوكا. ممكن تاخدو يعني الا عندكم الشعر طويل بزاف تاخدو افوكا بالكامل فهي كافية الصراحة. وخي الشعر ديالكم يكون طويل بزاف فغير افوكا وحدة تقطعوها فهي كافية باش ترطب لكم الشعر وتطول لكم الشعر وتغذي لكم او ميم طون الشعر ديالكم. بالنسبة للأفوكا راه موجودة في الأسواق المغربية وفي ما مشينا كنلقاوها، الثمن ديالها جد مناسب ما كيكونش غالي بزاف. فهادو هما ثلاثة المكونات اللي معنا اللي هما صفار البيض، زيت الزيتون والأفوكا. فبسم الله على بركة الله نمشيو باش يعني ندوزو لطريقة التحضير وطريقة الاستعمال، نطبقو الوصفة ونخلطو الوصفة بعد ما تعرفنا على المكونات. أكيد هناخد هاد صفار بيضة ونوضعو على الأفوكا. حاولوا نمعكو الأفوكا مزيان، ممكن هاد الوصفة تعملوها في الخلاط الكهربائي باش تسهل عليكم في الخدمة، لأنه الصراحة ما سهلش باش نمعك الافوكا، خصوصا الا عندنا افوكا قاصحه. مازال الا كانت افوكا اللي هي طريه ورطبه فممكن تمعك بسهوله، اما لا عندكم الافوكا قاصحه فما غاديش تبي تخلط بسهوله. وكنصحكم انكم تعملوا المولينكس ولا الخلاط الكهربائي وتوضعوا فيه الافوكا،
بصفار بيضه وزيت الزيتون وتخلطوا الكل، وهكذا تكون الوصفه جاهزه. وغادي نضيف الان زيت الزيتون، واحد الوصفه غايه في الروعه. يعني الملمس ديالها رطب، يعني فنة كما كنعرفوا على الافوكا، الريحه ديالها كتهبل، يعني وصفه الرائحه ديالها زوينه. بالنسبه للسيدات اللي غيقولوا لي واش الصفار ديال البيض غادي تبقى ريحته في الوصفه، كونوا متاكدين البنات ما غتبقاش ريحته في الوصفه، واخا تستعملوا غير نص ديال الافوكا وحده فنهائيا الريحه ما غتبقاش. يعني غير داك النص ديال الافوكادو كيقضي على ديك الرائحه ديال الصفار البيض. يعني الوصفه غايه في الروعه، فقط جربوها وردوا علينا كما سبق لي وذكرت. يعني نعاود نزيد واحد الكميه اخرى ديال زيت الزيتون ونخلطوا الكل. فبعد ما كتصبح الوصفة بهذا الشكل، يعني وصفة غاية في الروعة، كناخدو الوصفة ديالنا وكنعملوها على كامل الشعر ديالنا، ما نساو حتى بلاصة، يعني المقدمة ديال الرأس، الشعر ديالنا بالكامل، حتى كتنتهي الوصفة ديالنا ويبقى فيها والو. ومن بعد كنعملوا السلوفان ونخليوا الوصفه على الشعر ديالنا واحد المده ديال ساعتين ولا ثلاثه السوايع ولا اربعه. هاد الوصفه البنات صراحه حتى تباتوا بها ليله كامله الا عندكم داك الشعر الخشين لاقصى درجه، يعني لاعلى درجه، فممكن تباتوا بها ليله كامله. والغد ليه تغسلوا الشعر ديالكم عادي بالشامبو والبلسم، سينو ولا ما كانش البلسم فممكن ما تستعملوش، لان الوصفه ديجا غتعمل لكم على الترطيب بحالها بحال البلسم. فقط جربوها وردوا عليا، فانا اكيد في انتظار تعليقاتكم الرائعه والجميله. يعني هذه من بين الوصفات الغايه في الروعه، السريعه التحضير، يعني سهله دغيا، ممكن نعملوها في 15 دقيقه، نخلطوا الكل ونعملوها وتكون واجده الوصفه باش نعملوها على الشعر ديالنا. يعني سهله مهله الا بغينا، كنا معروضين لمناسبه معينه وبغينا نعملوها باش يبان الشعر ديالنا في ابهى حله وفي احسن حله، ففيت فيت ممكن نعملوها. يعني سهله الاستخدام، سهله التحضير، والمكونات ديالها حتى هما في متناول الجميع.
فنتمنى تعجبكم كما سبق لي وذكرت، نتمنى تجربوها وتردوا علينا في الكومنتير، فنحن دائما في انتظار تعليقاتكم الرائعة والجميلة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا عندكم اقتراحات لوصفات اخرين ولا ديغوسيت اخرين فأكيد على الرحب والساعة. ما عليكم إلا تخليوا لي الاقتراحات أو لا تفتوا لي الاقتراحات في الميساج بخيفي في الريزو سوسيو ديولي. فهذا الشيء لكي البنات، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم الوصفة. بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو وجميع فيديوهاتي في القناة، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. غير هو الناس اللي غيسولوني شحال من مره نستعملها في الاسبوع، فانا كنصح بها مره واحده في الاسبوع، فهي كافيه البنات على انها ترطب لكم الشعر وتطول لكم. وميم طون شكرا لكم على حسن التتبع، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.